السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مصري كان الاهلي وكان الزمالك، اقرب الاهلي هي القوة تاع الملاعبية والجوار عندهم دي كاباسيتي طالعين بزاف. الفريق الاهلي، النادي الاهلي نقولها نورمال. الاهلي قاعد يتوج بهذه الكؤوس بحكم انه الفيدراليه واقفه عليه، وكاين فرق خير من الاهلي بالوزداد، كاين فرق الرجاء البوضاوي. الفريق الاهلي دي معروفه الكره المصريه انهم واقفين عليها. اي باينه الاهلي ولا الزمالك هادو مزوز. الاهلي كان فيها وش اسمه ابو تريقه ولا اخر صار ملاحة قدام من سنة. الأهلي كان تعمل 70-80% لي جوار تاعهم اللي يكونوا الفريق تاع مصر، ليكيب ناسيونال تاع مصر كان 80% الأهلي الزمالك. الأهلي سيتي انستيتيسيون، الأهلي مش غير فريق تاع كرة قدم. الأهلي جو بونس عندهم لا ناطاسيون، عندهم ليكيتاسيون، عندهم الهوند بال، عندهم الباسكت بال، عندهم ياسر لي ديسيبلين. سي با غير الفوتبول، سي ان غروند انستيتيسيون في مصر تاع السبور، يعني ماشي نيكمون كلوب فوتبول، وعندهم لي مويان. الزمالك والاهلي المصري، لا الاهلي خير، الاهلي في الاخير انه تحصل على كاس افريقيا، يعني ممتاز، يعني فريق ممتاز فعلا. الناس هو السر، هو الاهلي يستدعي يجيب اللاعبين من الخارج، يجيب له اللاعبين من كل اصناف نقولوا افريقيا، يجيب باركونتر الفرق الاخرى ما عندهاش. ما تروح مثلا تحت الجزائر ما عندوش حاجه، الجزائر عنده غير لاعب واحد. باركونتر الاهلي المصري له لاعبين كثيرين، يعني كلهم من قاره افريقيا، يعني من كل فريق يلقاه ممتاز وعنده الماده ماديا، عنده الفعل ماديا. مصري نادي القرن واسمه الاهلي المصري، مسيطر في كل شيء، على كل حال الملاعبيه تاع ملاح، الملاعبيه، جمهور، الاراضي تاع الميدان، الدنيا، الفلوس متوفره. الاهلي انا راني مع الاهلي، الاهلي ولعبوا معاه برشا جوار جزائريين، وحنايا تعرف وين يتنقل جوار جزائري يلعب في كلوب في تونس ولا في المغرب ولا في مصر، ديما الكلوب هذاك تلقى الجزائريين يسيبورتيو فيه. الاهلي انا نقول الاهلي عنده مشكل مع لي زونترينور تاعو، اشاك فوا يبدل لي زونترينور، جامي قعد ما اونترينور كيما عندها عامين دركا لونترينور في نص لا سيزون بدلوا دو زونترينور، كيما حب ليكيب هذه يضبطيو لي جوار مع بعضاهم ويلعبوا مع بعضاهم، سي شويه تكون واعره باش يندمج المجموعه وباش يجي اونترينور جديد يعاود لهم اللعب وينعت لهم كيفاه يكوروا الكره ما بيناتهم، دونك في الحاجه دي ما راح تجيهم شويه صعوبات. الفريق الاهلي المصري، الاهلي لانه عنده كثره الالقاب وعنده سيطره مطلقه على البطوله المصريه. الزمالك يعني لفترات يكون قوي وساعات يكون، بصح الفريق الاهلي مستقر، يعني النتائج تاعو مستقره. كذلك هناك قوه الاداره تاع الاهلي اللي راهي تقريب من الملاعبيه اللي كانوا قبل، يعني متكونه اساسا من اللاعبين القدامى. بصح الزمالك حكمها منتدى منصور، هذا يعني في الحقيقه المعاملات تاعو فيها يعني مشبوهه كثير. هي نورمال مول الاهلي، بصح مي انا مع الزمالك. هي الاهلي المصري تفوقوا ووصلوا عندهم تاريخ في كرة قدم، مي انا كنت تلعب الاهلي والزمالك الزمالك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.